يا أهلا وسهلا، وحشتوني، زمان عنكم والله. قلت أطلع لكم كده ندردش شويتين في موضوع. طبعا أنا ما أطلع غير لو في موضوع أو لو كنت مسافرة، غير كده ما تلاقوني. مثل هم ما شاء الله مكوش على الجوال. عندي موضوع. قبل يومين مثل هم نزلت حلقة كانت تتكلم فيها على إنه هي قبل ما تنام تحط جوالها نمط طيران، ما شاء الله عليها، عشان تشخر صح. المهم ما علينا، فدخلت على الانستغرام بقرا كومنتس اللي حاطينها على الحلقة هذه، فلقيت واحدة كاتبة انه لما حتحبي حتسوي زي كده. طبعا انا معاها، اكيد اي انسان لما يحب اكيد يكون يبغى يكون قريب من هذا الشخص اللي خاطبه او متزوجه او whatever، واكيد حيكون يعني حابب انه يسهر شوية على التليفون، يتكلم، يدي من وقته، هذا كله معروف يعني. فكلام ما لفت انتباهي وخلاني كده أقعد أفكر شوية مع نفسي، وفكرت في حاجة، في تعريف الحب، في تعريف الحب اللي دي اليومين يعني الناس من جد فقدت يعني معاني، وما هي عارفة هو إيش عبارة عن إيش الحب. يعني للأسف الشديد والله أشوف بنات كثير يعني سواء صغار أو كبار، يعني أحيانا تقول لا يمكن المرحلة العمرية، لا حتى كبار، تكون مثلاً في علاقة مع شخص يعني مؤذية سامة، علاقة غريبة يعني من جد علاقة، وتسميها حب. فين الحب في الموضوع؟ يعني إذا أنا مثلا ما أكل كويس، جسمي صحتي بتنزل، إنجازاتي بتطيح، موقفة شغلي، يعني كارثة، هذا مو حب. فحقيقي ماني عارفة كيف البنات قاعدين يعرفوا الحب، كيف قاعدين يعرفوه. والرجال وبعض الرجال، يعني أنا بتكلم طبعا عن بعض البنات، وبعض الرجال برضو ماني عارفة كيف بيعرفوا الحب. يعني تلاقي واحدة مستغلاه بمعنى الكلمة من استغلال، استغلال مادي، استغلال جهدي، ويقول تحبني كيف يعني، ترى مرة واضحة. يعني إحنا المشكلة إحنا البنات نعرف بعض، يعني أكون أنا عارفة إنه هذه قاعد تستغل هذا، وهو مسكين شايفها تحبه يعني وعادي خلاص يعني بتزوجها. غريب، ما حقيقي ما صرت افهم يعني هل هو، وعندي سؤال، هل هم عارفين انه هذه علاقه سامه وهم كده ماشيين ومسمينها حب؟ يعني انا من جد يعني فهموني، لاني انا قاعده اشوف ناس مدمره وتقول انا حب. طب انا اعرف انه الحب يعلي، الحب يخلي الانسان سعيد، يخليه شايف الحياه بلون تاني، واللي هو الحب مؤقت يعني اول 5 ايام ماني فاهمة، أقسم بالله قاعدة أشوف أشياء مرة عجيبة يعني. واللي كمان أعرفه أنه أنتي مرة إنسانة غالية، يعني ما تعطي وقتك ولا تعطي كلامك الحلو ولا تعطي فكرك ولا تعطي قلبك لأحد ما يستاهل. يعني يا أحد يستاهل يا بلاها. يعني ليش في ناس لازم عندهم كونسبت أنه لازم في أحد في حياتي، عنه ما جاء الله لا يجيبه إذا هو سيء. يعني إذا مو شيء حيرفع من قيمتك، حيعلي منك، ليش بتسووا في نفسكم كده يعني؟ طيب أعرف إنه في مراحل عمرية معينة يعدي بها الإنسان، مرحلة المراهقة اللي بعده وعيه قليل، إدراكه قليل، فيطيح في هذه الأخطاء. بس تكبري تصيري ناضجة عاقلة، تعبتي على نفسك، أنت كمان تتعب على نفسك، قاعد تتعب أنت ليل ونهار على الفلوس هذه، وأنت قاعدة تتعبي على عطفتك وعلى تكوين شخصيتك، ليش بتعطوا نفسكم لأي أحد؟ ليش؟ ليه ما تكون في حدود قوية كده الواحد يخاف، يخلي الناس تخاف تقربك، مو تخاف انه تخاف من مضرتك، لا، تخاف انه لك هيبة، لك قدر، لك قيمة، تخاف تقربك من جد. يعني انا والله العظيم لو سمعت جملة انه فلان خايف يكلمك انبسط، ما حسها جملة سلبية. ايوه خاف تكلمني، فعلا خاف تكلمني، بس لا تكلمني إلا لو أنت من جد ناوي نية طيبة، أو لو أنت من جد على مستوى فكري وأخلاقي مناسب لي. هو هذا الرجل الصح، الرجل الصح هو اللي ما حيخاف يتكلم معاك أو يقرب أو يتكلم مثلا في خطوبة، أو ما حيخاف. ليه؟ لأنه عارف إنه هو قادر إنه ينافس هذه الأخلاق، ينافس هذه الـ القيمة. أما هذا اللي خايف يكلمك، طبعا هو لأنه إنسان سيء أصلا، طبعا لازم يخاف.
وانت نفس الشيء، ليش ما تخلي لنفسك قيمة كرجل برضو؟ يعني بعض الرجال ما يعطوا لنفسهم قيمة، ليه انت تصير واحد كده مخسر فلوسك ومخسر حياتك عشان واحدة ما تستاهل؟ ما اعرف والله، بس انا قاعدة اشوف اشياء غريبة. انا اتمنى انه كل انسان يعرف قيمته وما يدخل حياته اي احد. انا بتكلم عن العلاقات كمان بشكل عام، العلاقات بشكل عام، مو طلعتهم من حياتي تماما يعني، ويمكن يشوفوني الان وما عندي اي مشكلة اني انا اقول طلعتهم من حياتي، مع كل الاحترام والتقدير طلعتهم بكل لباقة ولطافة. ليه؟ لانه ممكن يكونوا بنات ما كانوا مثلا بيعطوني الشيء اللي انا بعطيه، ما كانوا مثلا على قدر اخلاقي انا نفسي فيه، او لانه صديقك من صادقك، انت لازم برضو تصادق الناس اللي تعلي منك مو اللي تطيح منك. فبشكل عام قيموا اي احد يدخل حياتنا، مو اي، انا ما ينفع اتصاحب على اي واحدة. يعني انا من جد قاعدة افلتر حتى ناس في حياتي قبل فترة، في ناس علاقاتكم، وخلينا كده ندي قيمة لنفسنا، خلي الشخص يعني مو يخاف يدخل حياتنا لانه احنا صعبين، لا، لانه احنا قيمتنا عالية. يعني حقيقي لا نشوه معنى الحب، لانه تشوه. انا كرهت الحب من كل من اللي قاعدة أشوفه، يعني هذا مو حب. يعني واحدة أقسم بالله أشوف نص وزنها نازل، بشرتها خربت، حياتها إيش في يا حبيبتي، إيش في يا أمي، والله أنا أحب. إيش الحب ده؟ هذا كره، هذا انتقام، هذا مو حب. فما أعرف يعني، الله بس الله يسخر لنا الناس الطيبة والناس المحترمة والكويسة، ويسخر لكم إن شاء الله لنا ولكم، ويبعد عننا الناس السيئة، لأنه من جد الإنسان صار ما يتحمل، يعني يبغى قاعد يحمي نفسه ويحافظ على نفسه ويكون نفسه ويطور في نفسه، يبغى أحد زيه، يبغى أحد زيه. يعني هذه خلاصة الموضوع. لما تيجي تبغى تدور على شريك حياة، دور على شخص يشبهك، مو يشبهك في التصرفات، لا، لأنه بالعكس نبغى ناس مختلفة شوي، يعني يشبهك في أهداف الحياة، الأهداف السامية، الأهداف النظيفة، إنه إحنا كلنا نبغى نكون نسخة أفضل من نفسنا.